والله شكلها جارينا ناوية على شخصية جديدة، مو قضوا على مسيرة كريستيانو، شكلهم بدهم يحطوا شخصية جديدة هيك تكون أوسخ من كريستيانو. هذا عملوه نفس الحدث تبع الكريمنال الأخضر، يلا عندنا جواهر ببلاش لف علق اللعبة. يا استغفر الله العظيم، ما في حدث منزلين جديد. هيك كانت تصير معي حتى انا. هاي البنت شفتها يا علي، اول ما تفتح الصورة بتطلع البنت حلوة والله هاي يا ابو هاي خالد، شايف هاي هاي كبيرة شفت هاي يا ابو شفت خالد، هاي موسكو هاي بتعرف كم عمرها؟ انا لما شفتها فكرت عمرها هيك بالعشرينات يا رجل، بعدين مدري مين هذيك المرة حكى لي بصر كم كان عمرها. بال35. ايه تقريبا، ايه قريب من 40 عمرها هيك. قلت الاسبان مستحيل ما يا بعرف. رجل. ها؟ بلا الاسبان، ايه الاسبان لانه الاسبان هيك، ايه والله. كلهم هيك. على البال خدنا الكتانة كأنه ايه. كيف يعطيك السكن؟ اجا هاي السكن، عشت اجا. يس يس خالصين. هذا سكن كمان ما جبته ولا جبته؟ لا مش جايبه والله. سكن حلو للبنت. اتوقع ايوه في شيء ذهبي؟ لا بس هو بنفسجي، مش بنفسجي والله. لا ذهب. هاي ايه والله، ايه بنفسجي. علي ليش ما يجي ابو انس على البث؟ حبيبي ابو انس عليه 5 شجرات ب 130 دولار، ما عادي مستحيل يجي. اه 2 ذهب ياكل وحده شيء. الله قطع ماجيك كيوب بيعطوني. ها شو بس لسه ما كملت قلت لك ماجيك كيوب يا اخي. ماجيك اخر ماجيك كيوب اخذتها من هذا من هاي الدايموند رويال، كانت تقريبا يمكن من سنه. فوق الشعر يا حبيبي. ها شوف 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 شوف. طيب هي معاها رقصة ولا شو؟ والله حلوة، والله حلو هيك. سكن البنت هذا ورب، والله سكن هذا رهيب والله. علي عمر جبت لي علي عمر. ها؟ ايه 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 كنت بدي اخذ سبين مرة ثانية بس عشان الغي، عشان ما اعمل رجوع، عرفت؟ عشان ينحفظ في الخزنة، بس المفروض يسألوني هم متأكد بعد في البطاقات ما بيسألوا. يلا نجي. والله رهيب السكن بصراحة. البنطلون حلو والحذاء حلو، الشعر تبع والله حلو. سكن الجولد رويال جبناه امبارح بتوقع. والله سكن الجولد رويال يا اخي، ليش السكنات تبع البنات تحسهم احلى من سكنات الشباب المجانيه؟ هذا اللي رجعوا نزلوه مره ثانيه يا اخي. والله انا فكرت شركه جارينا عقلوا وقالوا ما عاد ينزلوا مره ثانيه اشياء نادره، بشوفهم لسه عم بيدوروا على النادر وعلى القديم. هو هذا بحدث لاقاسه بالاساس يعني. ها هو هذا السكن كان. اه ها ها بس عملوا تعاقد جديد يعني، المفروض يحطوا شيء جديد. نجيب ال 94. لا هلا بدي رجعوا القديم معلم، ما حللوا حقه لسه. بدي السكن الاحمر هذا تبع ال 94 يا اخي، ما بدي هذا السكن. يا اخي ما بدي هذا السكن، الله يرحم ابوكم. الله يهديكم، والله لو بدي هذا السكن كان ما اعطيتوني اياه، والله ما. ايوه هذا هذا هذا. والله لو ما عم بدور عليه هذا السكن كان ما اعطوني اياه 70 مرة هيك. ليش جاكور مبسوط؟ اه لانه صرفنا جواهر. بيموت بحرق إيه. الجواهر جاكور بكيف. ايه هاي شو كيف كم صندوق عندي؟ حابسه حابسه هون ساجنه. لجق وقت.
هذول الباكجات ما راح يصيروا 500 باكج نعمل عليهم فيديو قريبا ان شاء الله. هذا الكيوب ماجيك مو؟ ايه امبارح صرفت 3 ماجيك كيوب والله. نزلوا شيء جديد ليه؟ لا نزلوا سكنات انا ما كان عندي اياه. ها والله سكن الشاب هذا مو زياده بصراحه. اوكي الخناع تبعه حلو والله، التلتيمه حلوه حلوه بصراحه، رهيبه والله التلتيمه تبعه. لكن ايه يا معلم، عرض عرض على الواجهه المحل منيح. شباب باقي ثواني على اللوكي دراو، اكتب جي جي وادخل في السحب على اكواد جواهر. شو هذا الخناع؟ هذا الخناع تبع سكن البنت. هذول السكنات اللي نزلوهم ما كان عندي اياهم، هذول وهات. وليه هذول قديمة يا علي؟ ايه 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 رجعوا نزلوهم. اوف شوف هذول مقدمهم سكنات يا رجل. يا عم ربي هذول قديمات كثير السكنات. ايه يا حرام على الجارين. انا من لما اعطوا الماجيك كيوب مجانا ونزلوا جوكر بالماجيك كيوب عرفت انه اللعبه صارت. يلا هذا الشعر والله انا ما جبته، والله حلو هذا الشعر. والله حلو هذا يا حلو، خلينا نجيبه لانه هذول بيروحوا. والله سكن كامل منزلين، والله حلو هذا السكن. حلو الشعر والله يا علي. ها ايه والله الشعر رهيب تبع السكن والله. هاي خلينا نجيبه لانه هدول بعد فتره بشيلوهم من ها.